نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء شائعه صدور قرار بالغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023/2024 وشدد المركز على استمرار نظام سنوات الدراسه كما هو دون اي تغيير سواء في مرحله التعليم الاساسي او المرحله الثانويه مناشدا الطلاب واولياء الامور بعدم الانسياق وراء تلك الاخبار المغلوطه مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسميه.